عاملين ايه؟ اخباركم عاملين ايه؟ يعني بنكمل. هي هنا بس في علامة اديداس، بس خلينا نتكلم. وحي اديداس تكملت الاقتراح بتاعي عن دعوة الى لم الشمل الانساني من واقع الواقع. مادة ثانية في الدستور الشريعة الإسلامية هي فلما نيجي لهذه الشريعة نجد أن القرآن هو دستور الشريعة، المادة الثانية في الدستور قانون مصري سيسي. سيسي وإخوانه كله بقى. فنجد إسرائيل موجودة في القرآن، فلسطين مش موجودة في القرآن. فنمرة واحد يبقى نعرف كيف نتعايش مع الآخر. نرمي الآخر في البحر ده تروح كده لو مؤاخذة أخي بال حضرتك مع نفسك. فندي احترام لجيراننا في الإنسانية لكي نحترم ونقدر نفسنا ونسمن أنفسنا، وما يجيش واحد بهين يعني أو بين الحمار والحصان يحكمنا ويتحكم فينا ويتحكم في مصائرنا. يبقى نعرف كيف نحترم أنفسنا ونحترم إنسانيتنا، نمرة واحد. نمرة اتنين، ما بين الحصان وما بين الحمار أقترح عليك تطلع وتقول خطاب وتثبت فيه أنك مش عايز سلطة وبتتنحى عن الانتخابات القادمة إن شاء الله، أن أنت مش هتخش هذه الانتخابات علشان ننتخب حد غيرك خلاص، ونحترم أنفسنا.